la dose est principalement des personnes physiques. هاد العمليه هذه ان شاء الله غادي تساهم في مؤسسه الشركه، تقويه ديال المؤسسه ديالها، مما غادي يحسن من الاداء ديال الشركه في المستقبل. غادي ايضا يمكن الشركه من اللجوء الى تمويلات جديده باش تقدر تمول المشاريع التنمويه ديالها، لا سيما خارج الوطن. وغادي ايضا يجعل المساهمه ديال المستخدمين ديالها تكون اقوى، بحيث انهم اصبحوا اليوم مستخدمين ولكن ايضا مساهمين في راس المال ديال الشركه. عندنا جوج مشاريع مهمه في المغرب، رصيف في ميناء طنجه المتوسطي، هذا من اكبر الارصفه اللي غادي تكون عند الشركه بالنسبه للحاويات ولا الصناديق الحديديه. وكاين ايضا توسعه ديال الارصفه ديال الصناديق الحديديه في ميناء الدار البيضاء. هادو هما جوج ديال المشاريع اللي هما طور الانجاز، ولكن عندنا يعني افق مستقبليه بالنسبه ل الارصفه الجديده اللي غادي تكون في الموانئ الجدد اللي تيبني المغرب، وايضا في المشاريع اللي غادي تنمى في القاره الافريقيه. القطاع المينائي في افريقيا قطاع جد حيوي، وبصفتها يعني الرائد المغربي في الاستغلال المينائي، شركه مرسى المغرب عندها طموح باش تدخل في المشاريع التنمويه ديال الموانئ في القاره الافريقيه في المستقبل ان شاء الله. يعني الدول المستهدفه هي في الاول دول الغرب الافريقيه اللي عندها علاقه يعني وطيده مع المغرب، لا سيما من الجهه السياسيه والاقتصاديه. بدنا نرجع تكون